السلام عليكم، اسمي اسماعيل سلكاني، رئيس التنفيذي ديال اللجنه الثقافيه. اللجنه الثقافيه واحد اللجنه كانت تاسست في 2005، كان الهدف ديالها انها تعلم الطالب المهندس الثقافه على الثقافات. منها حنايا كنديروا واحد الانشطه اللي كنعلموا الطالب المهندس ديالنا الثقافات اللي كاينين عالميا، وكنقنوا نيت الثقافه المغربيه ديالنا. وبالنسبة لهاد العام هو الدورة 19 ديال الأسبوع الثقافي ديالنا، اللي كتشمل بزاف ديال الأنشطة اللي منها اللي غنبداو بها لا كونفيرونس اللي هي الندوة، غتكون واحد الندوة دابا. كتجي من بعدها واحد لي ستوند غادي يكونوا فيهم ديفيرون كولتور انترناسيونال، من موراها غادي يكونوا دي شو انترناسيونال، منهم الكونغو، منهم البنين، ومنهم لانديا. غد لي عاوتاني غدا غادي يكون عاوتاني جورني ماروكان اللي هو النهار المغربي اللي كان فيه الثقافه المغربيه، كيكونوا دي ستوند عاوتاني مغاربه، كيكون فيهم دي برودوي ماروكان، زرابي، العاج، الفضه واخره. موراها كيجيو دي زاكتيفيتي اللي غادي يكون جامع الفنا، فيها الحلقه، فيها العاب بهلوانيه واخره اللي كيمثلوا الثقافه المغربيه ديالنا. ومراها كاينين لي شو عاوتاني، كاين الدقه المراكشيه، احواش، احيدوس، اللي تا هما كيمثلوا واحد الدور كبير في الثقافه المغربيه ديالنا. مول اللي كان جديد هذا العام هو انه شركنا لي دو جورني الاخرانيين، جورني داغ، في واحد لا جورني اللي هي جورني داغ اللي كان فيها ما كننساوش الثقافه ديالنا بواحد الطريقه اللي هي الليتراتور، اللي فيها صالون دو ليفر، كور ميتراج بحضور العديد من الممثلين والمشاهير المغربيه. وفي الاخر غادي تكون واحد المسرحيه من تنظيم جروب مسرحي من عند الوزاره. في الاخير غادي تكون لا جورني اللي هي واحد الجورني ديال الشباب، ما نساوش الشباب ديالنا اللي كان هادشي كامل دايرينه على قبل الطالب المهندس، اللي غادي يكونوا فيه دي زاكتيفيتي ودي دروس في الموسيقى، دروس في الفوتوغرافي، وغيرهم الدروس في الرسم واخره. ومن في الاخير غادي يكون ان شاء الله واحد الكونسير بالحضور جميع بزاف ديال فرق موسيقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر السعدي، مدير المدرسه الوطنيه العليا للمعادن بالرباط، مرحبا بكم. اليوم نحتفل في هذا الأسبوع الثقافي والذي ينظمه الطلبة، وهي فرصة للاحتفاء بتنوع الثقافات، وأيضا فرصة لتعزيز فهمنا للثقافات الأخرى. فسوف تكون هناك فعالية مهرجان، عدة أنشطة من بينها المسرح، من بينها الفنون التشكيلية، من بينها الآداب والموسيقى، وهي فرصة بالنسبة للطلبة للتعرف على الثقافات الأخرى ومختلف الجنسيات والثقافات التي توجد في المغرب. عزدي كرا، المدير الجهوي للثقافة بجهة رباط سالة القنيطرة. فسعيد في الحقيقة بتمثيل السيد الوزير في هذا الملتقى الثقافي 19 الذي تنظمه المدرسة الوطنية العليا للمعادن، والذي يخلق جسور للتعاون بين قطاع الثقافة كقطاع وصي وبين مؤسسة التعليم والتكوين في مجال المعادن، وهي مسألة مهمة جدا بالنسبة لتشجيع الكفاءات والطلبة على الانفتاح وعلى يعني أخذ زاوية رؤية شاملة فيما يتعلق بالقضايا والهموم ديال المواطنين، وأيضا القضايا الفكرية والثقافية. وبالتالي فهاد المهرجانات أو هاد الملتقيات فهي جد مهمة في المسار التكويني ديال الطلبة، وكتفتح لهم بطبيعة الحال آفاق لرؤية أشمل بالنسبة للقضايا الثقافية بشكل عام. يحيى محمد إلياس، سفير جزر القمر هنا في المغرب. أولا أنا أشكر القائمين على هذا المعهد دعوتي للحضور، لأسعد بحضور هذه المناسبة الطيبة. هذه المناسبة مهمة جدا بالنسبة للشعوب، لأن الحفاظ على الثقافة الوطنية هي الحفاظ على الهوية الوطنية، وأي أمة فقدت ثقافتها معناها أنها ضاعت هي بنفسها. فهذا شيء مهم، وتذكير الأجيال القادمة الحاضرة والقادمة للحفاظ على ثقافة الأمة وعلى أصالتها، هذه من الأمور المهمة. لأننا الآن خاصة في القارة الأفريقية وفي الأمة العربية نسعى لتثبيت وجودنا، وجلالة الملك أمير المؤمنين نصره الله يسعى ويقولها ويكررها في كل مناسبة بأن العرب والأفارقة يجب أن يتحدوا ويتعاونوا للحفاظ على أصالتهم وعلى وحدتهم وعلى ثقافاتهم التي
تمكن الشخصية الأفريقية والعربية لكي تؤدي دورها في المجتمع الدولي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.